فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة سؤالهم، كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. نعم، هذا فيه النهي عن سؤال التنطع وسؤال التكلف والسؤال عن شيء لا يحتاجه الإنسان. نعم، يحتاج عما يسأل عما يحتاج إليه، أما الشيء الذي لا يحتاج إليه فإنه يكف عنه، لأنه ربما لو بين له لتركه. ولهذا قال: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فهم سألوا ولما سألوا وأجيبوا لم يفعلوا ما أمروا به، فدل على أن الإنسان لا يتكلف في السؤال ولا في الأشياء، وإنما ما بين له أخذ به وما لم يبين له تركه. ولهذا جاء في الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها.